من كنت مولاك فعلي مولاك اللهم ظالما ظالك ظالما عدا وانصر من نصرك واخذل من خذلك وقال من كنت انا نبيا فعلي امير وقال انا بعلي من شجره ضاغدا وصائر الناس من شجر شتات واهله محل هارون من موسى فقال له انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة لك وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصيي ووارثي لهمك من لهمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لهمك ودمك كما خالط لهمي ودمي وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تبذي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور علي جان فردای قیامت شیعان و دوستان تو بر منبرهای از نورند مبیزت وجوه خوشا به عالمت نور در حالی که صورتاشون میدرخشه حولی فی الجنت همه تو بهش اطراف منند و هم جیرانی و همسایه های من است ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی علی جان اگه تو نبودی مؤمنین بعد از من شناخته نمی شدن و کان بعده هدم من الظلام و نورم من الاما و عبل الله المتین و صراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رهن ولا بسابقة في دين ولا يلهب في منقبة من مناقبه يهدو هدو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذعبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن فذبت على عذابة وكفلت على منابذة حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين
يتبع أشغال بليل لم يمتف الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادينا بعد الهادي.